اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب شغل العالم كله خلال الأيام الأخيرة وتصدر طبعا الترند، وده بعد نداء الاستغاثة اللي أطلقته الطفلة واللي كانت عالقة بين جثث عدد من أفراد عائلتها وما كانش حد عارف يوصل لها. هند قبل ما يستشهد أهلها في القصف حاولت تتصل بخدمة الإسعاف عشان ينجدوهم، وكانت بتستنجد بيهم عشان يلحقوهم. بعد كده سمعنا صوت إطلاق نار كثيف جدا وانتهى الاتصال. فضلت هند واللي عمرها 6 سنين محبوسة لمدة 12 يوم بحالهم مع جثث أقاربها وأهلها في العربية اللي كانوا بيتحركوا بيها واللي ماتوا كلهم على الفور بمجرد تعرض السيارة للقصف في منطقة دوار المالية في تل الهوى جنوب غرب غزة. خديني تعالي. أجي أخدك؟ ما انا يا حبيبتي رح اجي اخذك هلا. عمو من الهلال عماله عم بنصك عشان احنا نقدر نيجي ناخذك. حواليك في ضرب رصاص؟ اه خذيني يا حبيبتي. والله بدي اخذك بس مش بايدي هلا.